مشاهدينا خلينا نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيكون موضوع خطبة الجمعة عن التنمر والسخرية وأثرهم المدمر على الفرد والمجتمع، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معاً الأولى والثانية ما بين 10 دقائق ل 15 دقيقة كحد أقصى للخطبتين. النهاردة هتنظم دار الأوبرا المصرية حفل الفرقة الحراملك للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو الدكتورة مروة عبد المنعم، وده في 8:30 مساء على المسرح المكشوف. بيتضمن البرنامج باقة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة بجانب مجموعة من المؤلفات الخاصة بالفرقة. النهاردة لعشاق الكرة المصرية موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري. هيلتقي سيراميكا مع طلائع الجيش الساعة 4 العصر، في تمام الساعة 7 مساء هيلتقي فيوتشر مع البنك الأهلي، في نفس التوقيت يلتقي الجونة مع فاركو.